ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا، وحشتوني جدا جدا. النهاردة هحكي لكم قصة من اجمل القصص الرومانسية اللي ممكن تتابعها، روايتنا للكاتبة الجميلة سوما العربي. يلا بينا نتابعها مع بعض. وقبل ما نبدأ احب افكركم، لو انت لسه ما اشتركتش في القناة اتمنى تشترك فيها وتفعل زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم اشعار بكل جديد. ولو عجبتك القصة ما تنسونيش بلايك فضلا وليس امرا، ويلا بينا نبدأ. فقعدت جودي في العربية ووشها اتحول للجمود وبتبصله بنظرات خالية من اي مشاعر، وكل اللي بتفتكره والدتها واللي عمل والدها فيه، لان المشهد اتكرر من تاني وكأن الزمن رجع لورا 5 سنين لما كانت جودي لسه طفلة عندها 12 سنة، ولكن فهم كل حاجة. فشافت أبوها وهو بيخون والدتها مع واحدة تانية، أما والدتها فوقفة زي ما جودي واقفة دلوقتي. وبعدها بأيام اتوفت من قهرتها، وكل اللي عمل والدها إن يتجوز الست دي بدون ما يهتم باللي ماتت من القهرة منه ولا من طفلته اللي كانت شاهدة على خيانته. أما قاسم فتكلم بصوت مخنوق وهو بيترجاها عشان تسمع له وعشان ترحمه من اللي هو فيه، ولكن بدون رد وبدون حركة ولا أي استجابة، بس دموعها هي اللي بتنزل. وسائل عربية وفضل يحاول يترجاها على قد ما يقدر عشان تديله فرصة إنه يتكلم، ولكن بدون فايدة. وانتهى الطريق بسرعة ووصلت لبيتها ونزلت من العربية بدون ما تتكلم وركبت المصعد. وفي نفس الوقت قاسم كان بيحاول يلحق بيها، ولكن المصعد اتقفل فاستخدم قاسم السلالم عشان يلحقها. أما جودي فدخلت شقتها وقفلت الباب في وشه في نفس وقت وصوله، وسندت بظهرها على الباب وقعدت على الأرض وهي بتبكي وسط خبط قاسم على الباب عشان تفتح وتوسلاته ليها. وبعد ما يئس من إنها تفتح له اتصل بمها وأمرها بإن تاجي بسرعة، وقفل التليفون بدون ما يفسر لها أي حاجة. أما هو ففضل واقف وهو ساند بظهره على الحيطة وما عندوش أي استعداد إنه يخسرها، ففكرة خروجها من حياته بتسبب له الاختناق. وبعد وقت وصلت مها وهي مش فاهمة إيه اللي بيحصل، وكل اللي تعرفه إن جودي فيها حاجة. وطلعت لفوق ولقت قاسم واقف وعلى وشه حزن العالم، فاتكلمت بفزع: قاسم بيه في إيه؟ ومالها جودي؟ افتحي بسرعة عايزة أتكلم معاها. حاضر حاضر، بس افهم بس عشان مش وقته يا مها، افتحي. وفي الشقة دخلت جودي لأوضتها واتسطحت على السرير وغطت نفسها برغم انهم في فصل الصيف، وانكمشت على نفسها وهي بتبكي ومفيش في مخيلتها غير مشهد قاسم مع البنت دي، وكمان مشهد والدها مع الست اللي اتجوزها ووالدتها وهي بتقع بسبب أزمة قلبية أدت لوفاتها بعدها بأيام. فزاد بكاها بقهرة ووجع. وفي نفس الوقت دخلت مها ووراها قاسم، فشهقت مها بفزع بسبب حالة جودي وقالت: جودي مالك يا حبيبتي؟ ايه اللي حصل؟ واخدتها في حضنها وهي بتتفحصها كويس، وقاسم مركز على جودي وفي حضن مها فضلت تبكي وشهقتها بتعلى. اما قاسم فقلبه بيتقطع على هيئتها لانها اهم شخص عنده. وبعد شوية نامت جودي ودموعها على خدها وهي مازالت في حضن مها، وقاسم واقف لا حول لي ولا قوة وبيتمنى لو هو اللي يحضنها بدل من مها، ولكن جودي مش هتسمح له. فخرجت مها من الأوضة وهو وراها بمنتهى الهدوء عشان ما تصحش من تاني، واتكلمت مها وقالت: ايه اللي حصل يا قاسم بيه؟ ايه اللي وصلها للحالة دي؟
اتنهد قاسم وحكى ليها كل اللي حصل، فاتكلمت معها بشك وقالت: والمفروض بقى اني اصدق حضرتك؟ ايوه، لان ده اللي حصل. ازاي يعني ده اللي حصل؟ وانا اقول ازاي وافق كده بسهولة انه ما يقضيش معاها اليوم وسابها تمشي؟ اتاري حضرته عنده معاها. مها، مش عايزة تصدقي، براحتك، المهم هي تصدقني، يولع العالم، المهم هي اللي تفضل معايا. حضرتك هقنعها ازاي اذا كنت انا بصراحة مش مصدقة؟ والله ده اللي حصل، وانا فعلا كنت خايف عليها عشان امتحانها، وسبتها تمشي النهاردة لانها بكرة هتبقى طول اليوم معايا ومش هتفضل المذاكرة، وده لاني مجهز لها حفلة كبيرة عشان عيد ميلادها. وفي اللحظة دي رن جرس الباب، فقطع كلامهم واتجهت معها عشان تفتح، فكانت ريتال صديقتها واتكلمت وقالت: مساء الخير يا جماعة. مساء الخير، هو في ايه؟ وجودي فين؟ مش بترد على موبايلها خالص، والمفروض اننا هنذاكر مع بعض. جودي تعبانة قوي يا ريتال، وحالتها صعبة قوي. بصت ريتال لملامح قاسم الحزينة وقالت: هو حصل حاجة تاني؟ بصلها بجهل وقال قاسم: حاجة تانية ازاي؟ هو في حاجة اولاني؟ فتحت ريتا تليفونها ووجهته لي وقالت له بحدة: ايوه، في الصور دي، اتفضل شوف. مسك قاسم التليفون وثواني واتصدم وعينه اتسعت بدهشة، فمسكت معها منه التليفون بسرعة وبصت فيه، وهي لحظة واتصدمت هي كمان من الصور اللي شايفها. والصدمة الأكبر لما سأل قاسم ريتال وقال لها امتى جودي شافت الصور دي، وكانت الإجابة انه من شهرين تقريبا، فقعد بصدمة وقال: وازاي ما قالتش؟ ازاي ما عتبتنيش حتى؟ انا نفسي استغرب لما لقيتها مكملة في علاقتها معاك، لقيتها بتقولي انها واثقة فيك، واكيد الصور دي مش صح، رغم اني اكدت لها انها صح ومش فوتوشوب. ومش بس كده، لا ده كمان اللي مصورها مصور محترف، مش اي واحد معدي بكاميرا كده وخلاص. كان بيسمع لها بدهشة كبيرة، مش مصدق ان ده كله حصل، وهو ما عندهوش علم. وكمان جودي ما تكلمتش ولا غضبت ولا شكت فيه ولا حتى اتهمته، فدت له قلبها وثقتها. ولحظتها افتكر انه فعلا من شهرين كان مع دنيا في مرسى علم، واللي يغيظ في الموضوع ان الصور متاخدة بطريقة استفزازية جدا، وبتأكد انه على علاقة مع البنت دي، ولكن الحقيقة ان قاسم مظلوم. واتكلم بقلة حيلة لأول مرة في حياته وقال: طب اعمل ايه؟ اصلح كل ده ازاي؟ قاسم بيه، جودي عمرها ما هتسامحك. ايه اللي بتقوليه ده؟ اللي حصل حضرتك، انت من غير ما تحس عدت المشهد اللي حصل لامها من 5 سنين قدامها تاني. مشهد ايه؟ انا مش فاهم حاجة. حكت له مها اللي عاشته حبيبته من معاناة، واللي عمله ابوها في والدتها، وقد ايه اخدت وقت عشان تتخطى الازمة دي، فبصلها بضياع في حياته بتنهار قدامه. ومر وقت طويل وهم قاعدين بصمت رهيب بيفكروا ايه اللي هيحصل، وبدون ما يتحرك حد من مكانه، وثواني وسمعوا صوت شهقات بتعلى وتعلى، واللي كانت من جودي، فراحوا بسرعة وهم متجهين لأوضتها، ولكن وقفت معها قاسم وقالت: لو سمحت يا قاسم بيه. لا طبعا، لو سمحت، هي اكيد مش في حالة كويسة دلوقتي خالص، بلاش تتواجهوا دلوقتي. فوقف قاسم بحزن شديد وهو بيحاول يشوف حبيبته من زاوية الباب اللي مش مقفول كويس، وقعدت معها وهي اخدها في حضنها، وريتال واقفة بحزن جنبهم واتكلمت وقالت: مالك يا جودي؟ ايه اللي حصل؟ حصل ايه يا جودي؟ شفته معاها. بالراحة بس، اتكلمي بالراحة. كان واقف مكانه
وانا مكانها. طبطبت مها على ظهرها بحنان لانها فاهمه اللي جودي بتقصده، واتكلمت جودي: ليه عمل كده يا مها؟ ليه؟ ده انا حبيته قوي، ما كنتش بقول غير نعم وحاضر، ما كنتش بعترض على اي حاجه، اعتبرته ليا كل حاجه، ابويا واخويا وحتى امي اللي ماتت وسابتني. ليه عمل معايا كده؟ ده انا كنت مستعده اقطع علاقتي بالناس كلها علشان ما تكلميش يامن، حاضر، ما تقفيش مع ده، حاضر، ما تلبسيش كده، حاضر. وكنت بقولها بنفس راضيه والله، حتى لما وصلتني الصور والرساله قلت لا، اهم حاجه في الحب الثقه، واكيد الصور دي متفبركه. سالت ريتال وسالت كذا حد، كلهم اكدوا لي انها حقيقه، ومع ذلك قلت لا، هكدب عيني ومش هكدب قاسم، هكدب الناس كلها وصدقه هو واحبه اكتر. حتى ما اتكلمتش ولا عاتب ونسيت، بس هو ما حبنيش. معقول كل اللي حصل ده كان كذب؟ معقول؟ طب ليه ما كان سابني في حالي؟ ما كان قدامه ستات كتير، ليه يعمل فيا كده؟ ليه؟ انا حبيته قوي يا مها. كانت بتتكلم واحبال صوتها مبحوحه، وصوت دموعها وشهقتها قطعت قلب قاسم، فدخل الاوضه بلهفه وقال: وانا والله يا جودي حبيتك قوي، ايه اللي جابك هنا؟ مش عايزه اشوفك. جودي حبيبتي، انا قاسم. كذاب، امشي، مش عايزه اشوفك، امشي، خليه يمشي يا مها، خليه يمشي يا ريتا. فتقدمت ريتال وقالت لقاسم: لو سمحت ممكن تتفضل حضرتك دلوقتي؟ لا، لازم اكلمها، لازم افهمها انها حياتي كلها، مش هعرف اعيش من غيرك يا جودي. اي كلام مش هينفع دلوقتي ولا هيفيد، خصوصا بحالتها دي. فبص قاسم بشفقة ناحية جودي وخرج بسرعة وركب عربيته، وهو سايب قلبه فوق مع حبيبته جودي. والحد هنا تكون خلصت حلقتنا، بس قصتنا لسه ما خلصتش والجاي احلى. بس يا ترى جودي هتقدر تتحمل ده ولا هتبعد وتكسر قلب قاسم؟ استنونا في الحلقات الجاية عشان هتعجبكم قوي بإذن الله. بس ما تنسوش تدعموني بلايك عشان بيحمسني أنزل لكم أسرع. ولو أول مرة تشوف القناة اشترك فيها وفعل زر الجرس عشان يوصل لكم إشعار بكل جديد. بحبكم قوي، مع السلامة.